صح. وأن بهاطف إثر همزة تسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية أم نوعان متصلة ومنقطعة، والأولى تقع بعد كلمة سواء ويحيط بها جملتان اسميتان أو فعليتان أو مختلفتان. أن بهاطف إثر همزة تسوية، التسوية مثل أزيد عندك أم عمرو، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، همزة التسوية. هذه مثل سواء عليهم، التسوية مثل سواء عليهم أنذرتهم، هاي التسوية بعد كلمة سواء، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أحاط بأم جملتان فعليتان. ولست أبالي بعد فقدي مالكا أو موتي نائن أم هو الآن واقع، أحاط بها جملتان اسميتان أم مختلفتان، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، أدعوتموهم فعلية أم أنتم صامتون. هذا ما أقوله. وأن بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية مثل أزيد عندك أم عمرو، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه أو يتأخر. تقول أزيد عندك أم عمرو، عندك لا أسأل عنها، أعرف أن أحدهما عندك لكن أسأل عن الموجود منهما، عندك لا أسأل عنها. تقول أزيد عندك أم عمرو، توسطت بينهما، أو أزيد أم عمرو عندك، واضح؟ يتوسط بينهما ما لا يسأل عنه أو يتأخر عنهما. أنا أقول وأن بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، لا قلت أزيد عندك أم عمرو، هذه أغنت عن لفظ أيهما عندك. وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أو من لعمرك لا أدري، لعمرك لا أدري، وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثمان. عمر بن أبي ربيعة رحمه الله وإياه كان يجلس عند الجمار ينظر إلى النساء من لعمرك لا أدري، وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة، أبي سبع أسقطها. وقراءة بعضهم سواء عليهم أنذرتهم، لم يقل أنذرتهم، هذا نقول. وربما أسقطت الهمزة من كان خف المعنى بحذفها ومن وبانقطاع، وبمعنى بل وفت إن تكون مما قيدت به خلف، إذا لم تكن بعد همزة مغنية عن أي ولا بعد تسوية فهي منقطعة، ما بعدها لا صلة له بما قبلها، إذا سميت منقطعة مثل الميم تنزيل كتاب يا رب من رب العالمين أم يقولون افتراه، قال التقدير بل يقولون افتراه. وتقول العرب إنها لإبل أم شاء، عرف بعد ذلك أنها غنم، قال بل أهي شاء أم له البنات ولكم البنون، منقطعة أي ما بعدها لا صلة له ما قبلها، إذا لم تكن بعد سواء وبعد همز معنى أي فهي منقطعة. هذا نوعان ذكرهما، قالوا ترك نوعا ثالثا وهي أم الزائدة، قالوا منها قول الله عز وجل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير، قالوا أصل الكلام أنا خير، فأم نقول في القرآن الكريم صلة، قالوا هي زائدة. ليس شعري ولا من جاء من الهرم، أمهل على العيش بعد الموت من ندمي، قالوا زائدة، أصل هل على العيش. وبانقطاع وبمعنى بل وفت تكو مما قيدت به خلت، خير أبح قسم بأو أبهمي وشكوى إضراب بها إضنمي، أو لها مواقع تكون في الصيغ الإنشائية للتخيير، خذ من مالي درهما أو دينارا، إن جمعت بينهما كنت متعديا، إن كح عند أختها لا يجوز الجمع بين الأختين، وكذلك تكون للإباحة، يقرأ النحو أو الحساب إن جمعت بينهما لا حرج عليك، وفي الصيغ الخبرية تكون للشك لبثنا يوما أو بعض يوم، تكون للتقسيم كلمة اسم أو فعل أو حرف، وتكون للتشكيك وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تكون بمعنى الواو وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قالوا ويزيدون. وتكون للإضراب كانوا 80 أو زادوا 8 بل زادوا 8
أنا قولي خير أبح قسم بأو وأبهمي، أبهم على شكك غيرك واشكك أنت، وإضراب بها أيضا نميم، وربما عاقبت الواو قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره ومسافع ما بين هذا، فظل طهاة الحي ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل و جاته مع الواو واضحة. قال رحمه الله: ومثل أو في القصد إما الثانية، معظم النحاة يقولون إما حرف عطف، وابن مالك وغيره من النحاة لا يرى ذلك، تقول خذ من مالي إما درهما وإما دينارا، قالوا إما الثانية ليست عطفا. والدليل أن العرب لا توالي بين حرفين بمعنى واحد، والواو عاطفة وإما لا تكون عاطفة. وقال بعضهم عدها في حروف العطف سهو ظاهر، قال هي مثل أو، ومثل أو في القصد. وابن مالك احترس قال في القصد أي في المعاني لا في العطف، في القصد. ومثال التخيير انكح إما هند وإما أختها، خذ من مالي إما درهما وإما دينارا. ومثال الإباحة اقرأ إما النحو وإما الحساب، كما قلت النحو والحساب. والشك تقول جاء إما زيد وإما عمرو إن كنت شاكا، والتشكيك تقول جاء إما زيد وإما عمرو إن كنت تعلم الجائية وأردت أن تشكك مخاطبك. قالوا يا ابن مالك عليك اعتراض، أو قررت أنها تكون الإضراب وتكون مع الواو، وإما لا تأتي لأي منهما. قالوا مجيء أو أصلا لهذين المعنيين قليل، فحمل إما على بقية معاني أو وترك هذين. واضح؟ نقول ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. قال رحمه الله: وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا لا ولكن نفيا. لكن قال بعض الكوفيون قالوا ليست عاطفة نحو العاطفة، والبصريون قالوا تكون عاطفة بشروط أن تسبقها أن لا تسبقها الواو، وأن تكون بعد نفي، وأن يليها مفرد. تقول ما جاء زيد لكن عمرو، ولا يجوز أن تقول لكن عمرو لم يجي، تكون ابتدائية، ولكن نفيا أو نهيا. لا تكرم زيدا لكن عمرا، انتهى. ولكن نفيا أو نهيا. ولا تكون بعد إثبات، ما تقول جاء زيد لكن عمرو، تكون زاية، تقول جاء زيد لكن عمرو لم يجي، ولكن نفيا أو نهيا. ولا مبتدأ نداء أو أمرا أو إثباتا تلا لا نداء، تقول يا ابن عمي لابن خالي، جاءت بعد نداء. أو أمرا أكرم زيدا لا عمرا. وإثباتا يقال جوابا لمن قال زيد شاعر كاتم، يقال زيد شاعر لا كاتم. الله نقول وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا وبلك لكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع برتيها. قال بل مثل لكن بعد مصحوبيها النفي والنهي، تقول لا تكرم زيدا بل عمرا، ما جاء زيد بل عمرا، كما قلت ما جاء زيد لكن عمرا، ولا تكرم زيدا لكن عمرا، وبلك لكن بعد مصحوب لم أكن في مربع دار الربيع برتيها في صحراء واسعة. ثم قال وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. الخبر المثبت انقل لبل حكم الأول ودع الأول مسكوت عنه، تقول جاء زيد، تقول بل عمرو، تركت زيدا لم تثبت له مجيئا ولم تنفيه، تركته مسكوتا عنه. وانقل بها للثاني حكم الخبر المثبت والأمر الجلي، تقول أكرم زيدا بل عمرا، إن أكرمت زيدا فليس بأمري أنا أضربت عنه. وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت جاء زيدا بل عمرو، والأمر الجلي الأمر الجلي مثل لا تكرم زيدا بل عمرو. ماذا بعده؟ شيخ معلش ذكرت شاعر بلتاني ذئب مرة عندك.